مين؟ يمكن الروم سيرفيس. انا مفتحت. صباح الخير. صباح النور. في فوت؟ ايه تفضلي. مرحبا. اهلي. مش رح ياخد من وقتكم كتير، جاي لكم كلمتين ورد غطا هون. ايه اهلين تفضلي. ميرسي. انا بحبه لطلال، وصار لي 10 سنين انا وياه مبسوطين وعايشين رواق وما في ولا مشاكل. واكيد ما جيتكن على حياتنا رح تعملي كتير مشاكل انا بغنى عنها. فاذا انتو جايين كرمال مصاري او طمعانين بشي، انا مستعدة هلا اعملكن شيك بمليون دولار تاخدوه وترجعوا على الشام تعيشوا هونيك وتطلعوا من حياتنا وما تخلوني شوف صورة وشكن. هو بصراحة كتير الاوفر كتير منيح ومقنع، يعني مليون دولار كتير منيح عالصورة. بس اللي مخبرك انه نحن شحادين ونصابين بكون كتير غلطة. سوري، بس شو اللي ذكركن فينا ورجعكن على حياتنا بعد كل هالسنين؟ حبيبتي، أنا اسمي ماسة طلال طرابلسي، يعني زوجك حبيبك بيكون أبي اللي خلفني، وأنا إلي حق فيه، مو بس بمصاري، بحنانه وبعطفه وبمسؤوليته. مشان هيك مصاريك رديهن على جوعتك. وإذا كنت كتير خايفة على حبيبك وزوجك من أمي، وأنا بعرف أنه معك حق يعني، بس لا تخافي، لأنه أمي أصلاً ما بتحب وتزوجته غصب عنها. أما أنا فرح ضل عايشة معه، لا مصاريكي ولا أي شيء بالدنيا ممكن يبعدني عنه. بفهم منك انه هذا اخر كلام عندك؟ ايه هذا اخر كلام عندي. وسوري انه ما ضيفناك الشي، بس لانه كتير مستعجلين، لانه جاي البابي مشان ياخذنا على البيت اللي سجل لي اياه باسمي. وبتمنى انه ما تزورينا مره تانية، لانه انا ومامي ما كتير منحب العلاقات الاجتماعيه. ما حبيتها منك. وأنا هديك ما حبيتها منك. مرسي يا مزوقة. أهلا وسهلا. لك أمي ليش هيك عملتي؟ شبكي أمي؟ هدول نسخة عن بيت جدي، بس الوش التاني. مرسي يا حبيبتي ماسا. إليك يا حبيبتي، شادي وعلاء رح يروحوا معكم على الشام. ما بتتحركوا ولا فشخة بدوني. أنا حجزت لكم هونيك بالأوتيل لمدة شهرين. فول بورد، يعني مع أكل مع شرب مع كل شيء، إلكن وللشباب. وما بتتحركي ولا فشخة بدوني. ونهار الخميس بتجي أنت وأمك على بيروت. بنقضي هيك كم يوم مع بعض حلوين وبترجعوا نهار السبت، وهيك لبينما تكوني خلصتي فحص. رح اشتاق لك كثير بابا. وانا كمان حبيبتي كثير رح اشتاق لك. على كل حال كلهم شهرين وبيمضوا، انتوا اعتبروا حالكم ضيوف بالشام. مجرد ما تخلصي فحص بترجعوا لهون على بيروت بتستقروا ببيتكم. بس في شيء كثير مهم، ما بدي مشاكل مع بيت جديك. اوعى تخليهم يعرفوا اي شيء عنك. حاضر بابا. Thank you.
ماسا؟ كيفك؟ ايمتى ايمتى اجيتي؟ مين هدول؟ شو صار معي؟ بعدي حرجعت. هدول حطهم بابا مشان يحمونا. يحموكي؟ يحموكي من شو؟ من اي حدا بيحاول يأذينا. اه خلينا نقعد بمكاننا وبحكي لك كل شيء. شادي؟ عمري صدنا. خليكم اقرب مني انا ما بطول. عمرك صدنا. كثير غريب الخدامة تصيرسي؟ لا بالبقلة، بس الغريب انه الحبيبة في حبيبة كرمال تصير ست وعندها خدم وحشم. خلينا نمشي. هذا اللي صار معي. أنا؟ أنت بتضل ابن خالي. بس؟ للأسف بس. يعني ما بقى بتحبيني؟ بالعكس، أنا بحبك كتير. بس أنا بدي أعيش. بدي أطلع أمي من حياة القهر اللي عاشت فيها. بدي أعيش مع أبي اللي انحرمت منه عمر كامل. سبب أبوك وعمك. أيهم أنا بهالأسبوع عشت بسعادة، دقت طعمة السعادة اللي بعمري ماني ضايقتها من قبل. بس أنا بعرف إن الحب بيعيش الإنسان بسعادة، فكيف ما دقتي السعادة وأنتي معي؟ ما دقتها، ما دقتها لأني كنت خاف. كنت دائما أشوف حدا متخبي ورا الباب وبده يسرقها مني. مشان هيك كنت خبيها، خبيها حتى عن حالي. أنا وعدتك إنه عايشك فيها وغمرك فيها. هالشي صعب كتير، خصوصاً بعد ما طلع أمجد بيحبني. يمكن صعب أكتر لأنه إحنا عايشين بعيلة ما بتعرف السعادة، ما بيعرفوا غير النكد. يمكن هن بيخافوا من السعادة لأنه عاشوا بفقر وانحرموا منها. هلأ شو؟ أنا اخترت طريق ورح كمل فيه. رح تقدري تحبي حدا غيري؟ هلا لا، بس الوقت كفيل. مثل ما بيقولوا أيهم إنه البعد جفا، وأنا بظن إنه بعدنا عن بعض رح يكون أنسب إلنا نحن الاثنين. صعب، كثير صعب يا ماسة كثير. بعرف. ما تفكر إنه لحالك عم تتعذب. أنا سبق قلت لك إني عم تعذب أكثر منك. بس هاد هو الحل المناسب إلنا نحن الاثنين. يا خسارة. يا خسارة يا ماسة الأيام الحلوة. يا خسارة جد. أنا آسفة. ماسة. 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 شرط غيم تشري حكم ال